الدولة. هذا اليوم الوطني عيده كل سنة وكل عام، هو فوق فوق يقول على السحب فوق فوق فوق. دعوة أم وفرحة طفل لم تحل أسوار السجن بينهم وبين أسرهم. نزلاء سجن المباحث العامة بجدة، لم تقتصر الفرحة باليوم الوطني السعودي على من هم خارج الأسوار، فرغم قضاء هؤلاء النزلاء لمحكومياتهم داخل السجن، ورغم إدانة كثير منهم في قضايا مست أمن الدولة وتعلقت بانضمامهم للتنظيمات الإرهابية وزعزعة استقرار الوطن، إلا أنه كان حانياً عليهم فمنحهم الحق في الفرحة بهذا اليوم. الشعور يعني صراحة لا يوصف صراحة، والكلمات تعجز عن الشكر صراحة. الحمد لله يعني أنه جو أهلي وأخواني وأخواتي علشان يشوفون قديش ابنهم يعني تغير، ويلاحظون الإنجاز اللي تبذل الحكومة في الإصلاح لأبناء المواطنين. ماني بسجن أنا، بالعكس إيش أقول لك، الكلمات تعجز عن التعبير والله. يمكن هذا أحلى يوم من سنين والله صراحة. الحمد لله على كل شيء، وصراحة أحب أهني المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني، والله يديم الأمن والأمان على بلادنا إن شاء الله، والله يحفظ بلادنا إن شاء الله. بكل الألوان الشعبية وبالقصائد النبطية يعبر نزلاء السجن عن احتفائهم باليوم الوطني السعودي، مثبتين ولاءهم وانتماءهم لهذا الوطن، ومحاولين التعبير عن تراجعهم الكبير عن أفكار هدامة اعتنقوها قبل سنوات. هذا الوطن يكرم ويعزز من ينجز من أبنائه الكرام، من يعطي ويبني في هذا البلد الكريم، ولكن هذا الوطن أيضا يعطف ويفي لمن حاد عن الطريق، يحنو عليه، يعلمه، يقومه، فيمد يديه إلى أسرته وأقاربه وأصدقائه وأخوانه ووطنه. بارك لحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين، ولشعبه الجميل الرائع جدا. أخذونا اليوم في لوحة جميلة رسمت حقيقة بريشة فنان، ونشكركم جميعا كل من أيضا حضر هذا الحفل الجميل. المشاعر حقيقة لا توصف، إحنا مع أبنائنا اليوم، مع إخواننا، عشنا لحظات جميلة في يوم جميل هو يوم الوطن. وفرت إدارة سجن المباحث العامة بذهبان للنزلاء كافة التجهيزات لإقامة هذا المحفل، والأهم أنها دعت أسرهم للمشاركة في الاحتفال. شعور أبناء صادقين نزلاء محبين لوطنهم، يحبوا أنه يوصلوا رسالتهم، وبإذن الله يكون وصلوا رسالتهم على أكمل وجه. أظهروا فرحتهم، أظهروا حبهم، أظهروا ولائهم لقادتهم، والحمد لله، الحمد لله على كل حال، يعني الحمد لله على كل شيء. وطبعا هذا كله بفضل الله عز وجل، ثم بفضل إدارة متجاوبة. مشاهد تثبت صورة مغايرة عما ادعاه الإعلام المعادي للسعودية من شائعات حول سجون المباحث لتشويه صورة المملكة في حفظها لحقوق الإنسان. فلم تستطع كثير من الدول فتح سجونها لوسائل الإعلام بلا قيد أو شرط، علاوة على أن تشاهد مثل هذه الأجواء الاحتفالية التي يحضرها الجميع داخل أسوار السجن. من سجن المباحث العامة بجدة، سامي جميل، MBC.